السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان كينا واحد 2400 متر على القدرون الشوكية، اللهم بارك. هي هذه كما كتشوفوا، تبارك الله، الضوء كين والماء ديال لونيب كين، اللهم بارك. الحدود ديالها جات على القدرون والبيس بجنبها، دونك هي كنقولوا شوكية. الحدود ديالها البيست البوطه اللي ملهيه، ولا فصاد هي هادي. الموقع ديالها الاخوان جماعه الحوزيه، بعيده من جديده بسبعه كيلومتر، قرب مدينه جديده ديال جوره الناسين. بالنسبه في الموقع يتعطى الرخصه للبناء. الانسان اللي بغى يدير كما قلت لكم الرخصه ديال البناء تعطى عليه الرخصه ديالو. والموقع جماعه الحوزيه تبارك الله، بقعه زوينه عندها لافاساد كبير الحمد لله. لحد من جهه اخرى الطريق هي هادي من هنا وغادي حتى لجهه القادوس ليه، خرج مع البوطو حتى البوطو الاخر. كما قلت لكم الوثائق ملكيه، ثمن مولاي كيطلبوا 17 مليون الخدام، هي 17 مليون الف متر بجماعه الحوزيه. وبالنسبه للبير الغرخانه كاين 60 متر وكاين 70 متر الماء موجود في المنطقه هذه، وكاين الماء الحلو وكاين الضو حداك، الماء ديال لونيب والضو ديال لوينو كلشي حداك. وعلى القدرون كما كتشوفوا 7 كيلومتر على جديده اخوان. هذه البقعه الاولى، غنوريكم البقعه الثانيه، كاين ثلاثه البقع غنوريكم دابا ان شاء الله. هذه البقعه هذه جات على القدرون، الاخرين داخلين بواحد 60 متر باش داخلين على بركه الله. البيست تبارك الله عريضه، فيها 5 متر في العرض، هي هذه. وبالنسبه للبقعه الثانيه الاخوان هي هذه، فيها 5000 متر وقل 200، 4800 متر، كلهم الاخوان محفظين كما كتشوفوا. الفصل ديالها غنوريو لكم ان شاء الله. البقعه هي هذه، 5 الخدامه قل 200، كل شيء محفظ، وفي نفس البلاصه فين كاينه ديك 1400، هذه 2400 محفظه، تيتر فرونسي مسجله، تابع الجديده، تابع المدينه الجديده، 7 كيلومتر من الجديده. ثمن موليها كيطلبوا 13 مليون اونص الخدام، كلشي قريب ليك، الضو والماء كلشي قريب ليك، اللهم بارك. التليفون ديالنا اللي بغا يتصل بغا يشوفو ان شاء الله 0673241-91. تبارك الله مربعة، هي هادي تبارك الله. لافاساد لافاساد كبيرة في لافاساد حتى الحدود من هنا حتى لحد لهيد الحجر. بالنسبه للانسان كيتعطى ليه الترخيص ديال البناء، لا في 2400 ولا في 4800، ولا بيست هي هادي 5 متر في الارض، كاينه في التيتر، داخله من القدرون تقريبا شي 60 متر 70 متر باش داخله من القدرون. هذا هو الحدود ديالها، ديال 4800، واحد غادي نيشان حتى لحد ليه رجع مربع. بالنسبه للبقعه الثالثه هي هذه، لاصقه ليها حتى هي تيتري، حتى هي محفظه، فيها 2400 بحال الاولى، كلهم الاخوان هادو محفظين،
مسجلين ومحفظين هادو 2400 متر، حتى هي كذلك تعطالك الترخيص ديال البناء. كلهم هادو كيتواجدوا في الجماعات الحوزية كما قلت لكم، 7 كرومات على جديدة. بالنسبة للترخيص ضروري تعطالك الترخيص ديالها باش تبني، وكذلك حتى البير. البير كما قلت لكم الاخوان راه ما بين 60 70 متر. السيد اللي مدور السياج حداكم ليه عنده البير ديالو تقريبا شي 50 متر اللي عنده في الغرق، والماء موجود تبارك الله في المنطقه هذه. نشوفوا الفاصل ديالها ان شاء الله. التربه تبارك الله ما كاينش الحجر، الحجر ما كاينش هنا الحمد لله، اللهم بارك في المنطقه هذه. بالنسبه للثمن 13 مليون ونص للخدام، فيها جوج خدامه و 400 2400 متر. وبالنسبه للاخوان اللي عنده شي عقار بغى يبيعو يتواصل معنا، اللي بغى يدير له اشهار مرحبا، جديده وفي النواحي ديال الجديده. الفاصل ديال الاخوان شده مننا، كما قلت لكم لابيست 5 متر في الارض، بقعه زوينه اللي بغى يشوفهم سير الصا 73 42 61 91. ديالها هو هذا نيشان. تبارك الله بقعة زوينة. كاينين مساحات كبار، كاين هكتار، كاين جوج كتارات، كاين ثلاثة، اللي كيقلب على مساحات كبار كاينين موجودين في الجامعة الحوزية. كاين واحد المدينة جديدة هي في الجامعة الحوزية سميتها جوارة النسيم، اللي بعيدة من جديدة بخمسة كرومات وقريبة لهاد المنطقة هادي. جوارة النسيم قريبة لهاد المنطقة. المهم جميع المساحات كيتواجدو عندنا في هاد المنطقة هادي. واللي بغا الثمن طايح شوية راه كاين في جهة ولاد حمدان حد ولاد فرج بيربوش. يلا تبارك الله لكم الإخوان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.